عند جمهور العلماء فيكونون إخواننا لأب، والله أعلم. روى الأوزاعي: الأرض 7 أجزاء، ف6 أجزاء منها يأجوج ومأجوج، وجزء فيه سائر الخلق، ويقال أنهم يأكلون جميع حشرات الأرض من الحيات والعقارب وكل ذي روح مما خلق الله تعالى في الأرض، وليس لله خلق ينمو كنمائهم في العام الواحد، ولا يزداد كزيادتهم، ولا يكثر ككثرتهم، يتداعون تداعي الحمام، ويعون عواء الكلاب، ويتسافدون تسافد البهائم حيث التقوا. صح أصله في كتاب القصد والأمم في أنساب العرب والعجم. قال: ومنهم من له قرون وذنب وأنياب بارزة يأكلون اللحوم نيئة. وقال كعب الأحبار: خلق الله يأجوج ومأجوج على 3 أصناف، صنف أجسادهم كالأرز، وصنف 4 أذرع طولا و4 أذرع عرضا، وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى فيأكلون مشائم نسائهم، ذكره أبو نعيم الحافظ. وعن علي رضي الله عنه قال: وصنف منهم في الطول شبر، لهم مخالب وأنياب كالسبع وتداعي الحمام وتسافد البهائم وعواء الذياب، وشعور تقيهم الحر والبرد، وآذان عظام إحداهما وابرة يشتون فيها، وأخرى جليدة يصيفون فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأرض 6 أجزاء، ف5 أجزاء يأجوج ومأجوج، وجزء فيه سائر الخلق. وقال كعب الأحبار: احتلم آدم عليه السلام فاختلط ماءه بالتراب فآسف، فخلق من ذلك. قال علماؤنا: وهذا فيه نظر، لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يحتلمون. وقال الضحاك: هم من الترك. وقال مقاتل: هم من ولد يافث بن نوح، والله أعلم. وفي كتاب الفتن لنعيم بن حماد روى الحديث موقوف: حدثنا ابن وهب عن مسلة بن علي وموسى بن شيبة عن الأوزاعي عن حسن بن عطية عن ابن عباس قال: الأرض 7 أجزاء، ف6 أجزاء منهم ياجوج ومأجوج، وجزء فيه سائر الخلق. فصل: ذكر نعيم بن حماد في كتاب الفتن حديثا برقم 1623، حديث مقطوع. حدثنا يحيى بن سعيد: حدثني سليمان بن عيسى قال: بلغني أن عيسى ابن مريم عليه السلام إذا قتل الدجال ونزل بيت المقدس ظهر يأجوج ومأجوج، وهم 24 أمة، ياجوج وماجوج ويناجيج وجاجو والغسلائيون والسبتيون والفازانيون والقوطانيون، وهم الذين يلتحف أذنه ويفترش الأخرى، والزيطيون وهم الزيطة لزيطس الرماديين، والكنعانيون والدفرائيون والخاخونيون وهم الأنوناخي أو المؤتفكات، والأمطاريون وهم لسنطار، نصفه إنسان ونصفه حصان، الأمطوريون بنو قنطوراء، والمغغشاؤون ورؤوس الكلاب وهم رؤوس الكلاب الثعالب ورؤوس أو القطرب رؤوس الكلاب، فهم جميعهم 24 أمة، لا يمرون بحي ولا ميت إلا أكلوه، ولا بماء إلا شربوه، ويشرب أولهم ماء بحيرة طبرية، ويمر آخرهم فلا يجدون ماء حتى يجتمعوا ببطن أريحة. فإذا سمع عيسى فزع إلى الصخرة، ومن معه الصخرة أي قبة الصخرة في فلسطين، لينتقلوا إلى طوروس كوكبة الثريا، ومن معه من المؤمنين، فيقوم عليهم خطيبا فيحمد الله ويثني عليه ويقول: اللهم انصر القليل في طاعتك على الكثير في معصيتك. هل من منتدب؟ فينتدب رجل من جرهم ورجل من غسان حتى ينزل أسفل العقبة، فينزل الغساني فيقول له الجرهمي: لست هناك. قوله 24 أمة، منها رؤوس الكلاب معروفة، والذين يلتحفون أذنا ويفترشون أخرى أمة معروفة،
والأنطهريون أمة معروفة، نصف إنسان ونصف حصان، وكذلك الخاخونيون وهم لزانوناكي والمؤتفكات، وكذلك الزيطيون وهي أمة الزيطة، الرجال الرماديون، والله أعلم. عند جمهور العلماء فيكونون إخواننا لأب، والله أعلم. روى الأوزاعي الأرض 7 أجزاء، فستة أجزاء منها يأجوج ومأجوج، وجزء فيه سائر الخلق.